إلى تفاصيل الظهيرة، أهلا بكم في آخر تطورات قضية ما بات يعرف بال400 مهاجر مغربي الذين علقوا بميناء سيت الفرنسي. اتصلنا صباح اليوم بالقنصلية المغربية بمونبولييه، أكدت لنا أنه عند الساعة 6:30 من مساء أمس غادر آخر المسافرين المغاربة الميناء الفرنسي في اتجاه المغرب، وأن الجهاز القنصلي بالعين المكان وضع فرقة مداومة لمتابعة الوضع والإجابة عن استفسارات المعنيين بالأمر أو عائلاتهم. وكانت باخرة بلادي التابعة لشركة كوماريت ومراكش التابعة لشركة كوماناف اللتان تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي قد تعرضتا للحجز التحفظي بقرار قضائي على خلفية ديون غير مسددة، وقد منعتا من الإبحار نحو المغرب.